يجي يلعب في دوريك تمام، انه ما يكون اضافه كبيره. مثلا دندوني مثلا لما كان في الاتحاد، حمزه ادريس حقق اعتقد هداف الدوري ب 33 هدف، صح؟ صحيح. لذلك احنا نقول قيمه اللاعب الفنيه هي تختلف من نادي الى نادي، والمركز كذلك اللي انت جالب فيه اللاعب يشكل الكثير. يعني انت اليوم بعض الاحيان بعض اللاعبين اللي خلينا نتكلم باعمار كبيره تجيبهم في هذا الوقت، وكره القدم مختلفه، اسلوب كره القدم مختلف، يحتاج منه عطاء داخل الملعب. صحيح، هذه تختلف كثير. لكن لما اجيب مثلا لاعب في صناعه لعب شيء من هالقبيل ممكن يصنع لي فارق كبير. ليه؟ لان انت تتكلم عن عصاره سنين قاعد يعطيك اياها في هالوقت. ولكن اليوم لما نجي نتكلم على بلوتشيلي، انا اعتقد انه مش صعب انك انت ممكن تجيبه اليوم صراحه في التارجت المحطوط، الهدف انه انا اكون من افضل 10 دوريات على مستوى العالم. هذا هدف يتطلب مني ان تكون اختياراتي بنفس النوعيه، وجزء منها الهدف انه انا اصنع اسم مختلف في سوق اللاعبين مثل ما تفضل تركي. ولكن برضو اللاعب اليوم، هل انا يعني اصادق على نجاح بلوتيلي باسلوبه بطريقته؟ احنا شفنا اليوم في مباراه ايطاليا حتى مع زملاء في المنتخب كان في نرفزه وكان في اسلوب يعني جاف شوي مع زملاء، فما بالك بعض اللاعبين. فما بالك طارق لما يجي عندك يرى نفسه اكبر من المجموعه اللي موجوده. فبالتالي انت اليوم عمليه النجاح لها عوامل عده انك تساعد في هذا. ترى هو مزاجي يعني. ها؟ مزاجي اقول. هو؟ ايه.